احنا في وقتنا ولينا نستعملوا ياسر الفيسبوك، ولينا نعتمدوا عليه في تكوين علاقاتنا، وهذا اللي ادى انه بناتنا وولادنا ولاو يتعرفوا على اكثر اجانب، وفما علاقات نجم نقولوا فيرتويل كثير عبر الفيسبوك، توصل انه نجموا يربطوا مثلا علاقات زواج وكل شيء. بالنسبه لي انا نشوفها علاقات فاشله. والله اليوم فيسبوك يشكل ظاهره كبيره استاذ فينومين بالحق، يمكن نشوف ثم اكثر في تونس، ثم اكثر فنانين تونسي عنده تيكونت فيسبوك، معناها عنده وزن فيسبوك في تونس. لكن حسب رايي حاد شوي على المسار بتاعه. مارك زوكربيرغ وقت اللي خلق فيسبوك خلق لقضاء بعض الحوايج اللي انا راها مهمه، ترانسفير دي دوني، ديزانفورماسيون، دراسات، كتب. كي توسعت الحكايه وصلنا نحن العرب مش نحكي على التوانسه، ولينا نستخدم فيسبوك في مآرب اخرى. والله انا في الوضعتين معناتها مع وضد، انا مع استعمال فيسبوك كوسيله عمل، ونستعمله برشا معناتها في الاتصال معناتها مع برشا شبان برشا زملاء على الفيسبوك، باش نبعث دي ميساج نحاول نعرف بالمؤسسه اللي نخدم فيها وبالانشطه اللي نقوم بها. اما بعد ساعات معناتها نولي ضد، خاصه كي نلقى معناتها حجم الشعب اللي فيها برشا الكلام معناتها برشا، وحجم معناتها اللي فقد المصداقيه نتاعو معناتها الفيسبوك، ولا كي يجيب معلومات ماهيش متاكده برشا. الفضاءات العالميه الاخرى اللي تعبر فيها اطراف ربما غير رسميه كما صحافه المواطن، كما المواطن يعبر فيها على رايه نتاعو بطريقه اجتماعيه. ليه فيسبوك ما يعوضش في التيم، على خاطر كل حاجه منهم عندها الميزه نتاعها الخاصه. يعني انا واحده من الناس نوفق بين فيسبوك وكونكت شويه وبالكتاب نقرا. والله كيف ما تشوف انا مدمنة على فيسبوك، راهو معناها ديما حتى في الكلاس ديما في الدروس ديما فيسبوك. مي زواج لا، على خاطر معناها مغلب العلاقات ما تنجحش. نعرف برشا عرسوا عن طريق الفيسبوك، من تلك علاقتهم الدهورة، وفما حتى اللي طلقوا. أنا عندي فيسبوك في 45 عمي، في أصحاب الكل، ونعرف شنو في البحوث، شنو نسألوا أصحابنا على التمارين.